لماذا يا أخي كل حياتك اجعلها وفق رضا الله، وفق سنة خير الورى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأنك ستسأل. زاحم الذنوب بالحسنات، ولذلك يقول الحق جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. زاحم يوم القيامة عن الصلاة. الله أكبر، هل هذه الصلاة التي نصليها نفتخر بها لنرفعها إلى الله؟ هل هذه الصلاة كاملة متممة خاشعة فيها خشوع وفيها انكسار وفيها تبتل وحب للسجود ومناجاة الله بأننا قريبين منه؟ من منا يحزنه الخروج من الصلاة لأن قلبه تعلق بالله؟ الصلاة هذه سنسأل عنها، بل هي أول ما يحاسب العبد عليه بعد التوحيد. صلاته صار موحدا، تسأل الصلاة، يقال يسأل عن الصلاة. يقال أيها الأحبة أن السعادة في الحياة كلها ميزانها كيفية صلاتك، لأن الذي لا يصلي ليس بمؤمن. وكان من السلف يقولون: ما ظننا أن مسلما يترك الصلاة قط، بل يقول أحد الوعاظ ألقى كلمة في مسجد فقال: يا أيها الناس حافظوا على الصلاة النافلة وخاصة الراتبة التي بعد الصلاة وقبلها. فقال له كبير سن، قال: الحين الركعتين اللي بعد العشاء والركعتين اللتين قبل الفجر والأربع اللي قبل الظهر وركعتين بعدها هذه وبعد المغرب ركعتين، هذه مهي بواجبة؟ قال: لا يا عم، هذه مندوبة سنة. فبكى، قال: والله ما ظنيت أن مسلم يظن أنها غير واجبة، شايب هذا يبغاها واجبة. يقول: كيف يصلي ولا يتمم النقص في صلاته؟ كبار السن كان بعضهم يقول: وهل هناك عبد ينام في الثلث الأخير من الليل وقد فعل؟ استغرب الحبيب عندما زار ابنته فاطمة وعلي رضي الله عنهما فقال: أفي مثل هذا الوقت تنامان؟ الصلاة سلم العروج إلى الملكوت الأعلى، سلم العروج إلى عذوبة الروح وأنسها. الصلاة معناها أن تنفصل عن الخلق لتخاطب الخالق، لتكلم الله بدل أن تكلم المخلوق، معناها أن ينكشف الحجاب بينك وبين ربك. ستسأل عنها، لأن الله عندما فرضها في السماء ليبين للأمة أنه لا يتم دين عبد إلا بها، وليس في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا هي، كما قال علماء السلف. لذا ستسأل عن الصلاة. وباختصار، اللي ما يصلي لا يحب الله، اللي ما يصلي لا يرجو الله، اللي ما يصلي لا يخاف الله، اللي ما يصلي ارتد عن دين الإسلام. حتى ولو كان يطوف ويسعى ويتصدق ويقرأ القرآن وذو خلال وخصال، لأنها عمود هذا الدين. لذا أحبابي، نقول لبعض شبابنا أخلاقهم طيبة وحبوبين وبعضهم بار بوالديه، لكن صلاة الفجر لازم ما تصلى إلا عند انتصاف الضحى. إذا كنت كما أو أن صلاته إذا صلى انظر إليه، الله أكبر، سمع الله. يقولون أن أحد الأئمة رأى رجلا يصلي بسرعة فقال له: إما أن تصلي صلاة ترضي ربك أو ابحث لك عن رب يرضى بهذه الصلاة. كلمة صدمة، يعني هذه الصلاة لا ترضي الله. ولذلك الحبيب في حديث المسيء قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تصدقون أحبابي، بعضنا له 40 سنة يصلي ولم ترفع له صلاة، إما لأن الفاتحة يلحن فيها عمدا، أو أنه ما تعلم الفاتحة، أو أنه لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها، إنما هي نقر وتفكير. وبعضنا والله أحبابي يقول لي إمام مسجد: يا شيخ تصدق صليت صلاة الظهر 6 ركعات ما قال أحد من المأمومين سبحان الله. قلت: أنت مصلي بموتى أم أحياء؟ قال: والله وراي يا شيخ أسمعهم، ما يدرون، قلوبهم انشغلت. ولذلك في الصلاة قد يرفع لك الصلاة كاملة، وقد ترفع شطرها عشرها، وقد لا يرفع منها ركعة. إذا من الأسئلة عن صلاتك،
ودعوة للي يصلي حسن صلاتك واجعلها خاشعة وأكثر من النافلة حتى تتمها. اسمع قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. ولذلك أحبابي بعض الناس رصيده صفر في النوافل، فإذا رأى الملائكة أن صلاته قصرت يعني حصل 70%، وعشان يدخل الجنة هذا مثال لابد من 100%. انظروا لعبدي هل له من تطوع؟ أول من يطلع المسجد هو، جزاه الله خير، أول من يدور الحذاء هو، ودائما يتفوته الصلوات، ودائما إذا صلى ما تلاحظون اللي يصلي في البيت يسهو كثيرا ولا لا؟ يقينا صلي في البيت تسهو، تصلي وحدك تسهو. ولذلك تجد أن بعض الناس لا يشهد أنه مرة صلى في بيته، ولا يشهد له مرة أنه ترك تكبيرة الإحرام، وبعضهم لا يشهد له مرة أنه صلى في الصف الأول، وهو أحيانا من الخيرين ظاهرا. لذلك يقول: أول ما يسأل يحاسب عنه الصلاة. ولذلك أيها الأبناء أيتها البنات، الصلاة ليست فقط نجاح في الآخرة، أقسم بالله أنها نجاح حتى في الدنيا. المتصل بالله سعيد، المتصل بالله ساكن النفس. الصلاة تثبت المعلومات لأنها بوابة الطمأنينة. ألست أنت قد سجدت وخشعت وأنبت وناجيت وكشفت الحجاب بينك وبين ربك؟ بل يا عبد الله، الله جل جلاله يخاطبك إذا قلت الحمد لله قال حمدني عبدي. أي شرف، أي عز. ولذلك احذر يوم القيامة، يوم أن تكون السؤال: زينوا صلاة عبدي محمد فلان يعني أو سعد. والله إنها الفضيحة يوم القيامة، يوم أن تكون الصلاة. اللهم يا رب اجعلها قرة عيوننا، يا رب اجعلها قرة عيوننا، فقد كانت قرة عين محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت آخر وصية له عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: فإذا فسدت خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا لعبدي هل له من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.